بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا وسهلا بكم معنا في بداية هذه الحلقة لبرنامج الدين والحياة عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحيات الزملاء من الإخراج سالم بلقاسم وياسر زيدان، وتقبلوا أجمل تحية مني محدثكم وائل حمدان الصبحي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الدين والحياة. ضيف حلقات برنامج الدين والحياة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بجامعة القصيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم وأهلا وسهلا بك معنا في بداية هذه الحلقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، حياك الله وحيا الله الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. بمشيئة الله تعالى مستمعين الكرام، سيكون حديثنا في هذه الحلقة حول شبكات التواصل الاجتماعي بين البناء والهدم. فضيلة الشيخ، سيكون حديثنا بمشيئة الله تعالى حول شبكات التواصل ومدى تأثيرها أيضا الإيجابي والسلبي في حياة الناس، وأيضا بعض الملاحظات السيئة والسلبية التي تؤثر على حياة الناس من خلال هذه الشبكات. ابتداء فضيلة الشيخ، بدي أن نعطي مقدمة عن التقنية والتقدم التقني في وقتنا الحالي وتأثيره أيضا على كل نواحي الحياة، في حياة الناس سواء الجوانب الدينية والاجتماعية وغيرها من هذه الجوانب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير سراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الإنسان خلق الله تعالى بطبيعته وبجبلته يبحث عن الأنس والاختلاط والاشتراك مع غيره. الإنسان كما يقال مدني بطبعه، لأنه جبل على المشاركة وعلى المخالطة، ولا تقوم مصالح دينه ولا دنياه، لا معاش، لا مصالح معاش ولا مصالح معاده، إلا بالمخالطة. وبالتالي كان من المهم أن يبين ما يكون من شأن آداب اختلاط الإنسان بغيره، وصور السلامة في هذا الاختلاط وهذه المعاشرة وهذه المعايشة مع الغير. ولذلك منذ خلق الله تعالى آدم وجهه إلى ما يكون من شأن المخالطة والاحتكاك بغيره. فلما خلقه الله عز وجل أرسله إلى جماعة من الملائكة وأمره بأن يلقي السلام عليهم وأن ينظر ماذا يجيبون. فذهب فأمره الله تعالى أن يقول لهم السلام عليكم، فلما سلم عليهم ردوا عليه وعليكم السلام ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فقال له الله جل وعلا: هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. وهذه إشارة إلى الطبيعة البشرية، وأن الإنسان بطبيعته وبخلقة الله له لا ينكفع على نفسه ولا ينعزل عن محيطه حتى من غير جنسه. فالملائكة ليسوا من جنس الإنسان، ومع ذلك كان ثمة مخالطة بين آدم عليه السلام وهو أول البشر خلقا، وبين الملائكة وهم محيطه في ذلك الوقت. وبالتالي لابد للإنسان أن يعرف أن هذا الاشتراك مع الخلق لابد أن يتحلى بأداب وأخلاق وسمات وخصال يجني بها خيرات هذا الاشتراك مع الناس والتواصل معهم، ويتوقع شعورهم. درج الناس في حياتهم على أنماط من التواصل مختلفة عبر الزمان. كما ذكرت، هذا اختلاط آدم عليه السلام بالملائكة في أول الخلق، ثم خلق الله تعالى له ما يؤنسه من
من جنسه وهو حواء، ثم تفرع من ذلك ما تفرع من خلق الله. وكان بين الإنسان والشيطان من الخلطة ما بين الله لآدم عليه السلام وزوجه عليه السلام ما ينبغي أن يتوقعه: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. وأسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما أولي عنهما من سواتهما. فذكر الله تعالى الخلطة الإيجابية والطبيعية التي تكون بناء للإنسان وخير له، والخلطة التي ينبغي أن يحذرها وأن يتوقع شرورها، وهو خلطته بالشيطان وما يدعو إليه من خطوات توقعه في أنماط الهلاك وصور الفساد. قلت إن أوجه التواصل البشري جرت عبر الزمن على نمط معين حسب ما نطالعه ونقرأه في التاريخ وفي السير وفي التاريخ البشري الإنساني. وكانت أوجه التواصل يحدها أحيانا الزمان ويحدها المكان، وقد يحدها أحيانا حدود أخرى غير الزمان والمكان كالعرق والجنس واللسان وما أشبه ذلك. فاختلف الناس من جهة قوة تواصلهم عبر الزمان باختلاف أحوالهم وأماكنهم وحضاراتهم، لكنه يجمعهم أنه لم تكن خلطتهم عبر الزمان المحفوظ المعروف إلا على نمط فيه نوع من الحدود التي كانت تحد الناس وكانت تضغط أو تبين الدائرة التي تقع فيها المخالطة بينهم، إلى أن حصلت الثورة الصناعية التي جاءت بمنتجات ومخرجات غيرت حياة الناس تغييرا جذريا، حتى أصبحت على صورة لم يكن لهم بها عهد ولم يكن بها لهم بها معرفة قبل هذا التطور وهذا الانفجار المعرفي الذي عايشه الناس. ومن ذلك ما يتصل بشبكات التواصل وأوجه التواصل بين الناس، فإنها أخذت منحا لم يكن للناس به عهد، وطلع يعني ظهرت في صور لم يكن الناس يعرفونها من قبل. حتى إن التواصل جاز كل الحدود وكل الحواجز وكل الأمور التي عهدها الناس. التواصل بين الناس لا يحده زمان ولا يحده مكان ولا يحده جنس ولا تحده لغة. حتى اللغة يعني أصبح التواصل بين الناس، اللغة ليست حائقة للحنة. تشاهد تواصل أناس قد لا يعرف بعضهم حرفا من لغة الآخر، لكن يكون بينهم من التواصل، يكون بينهم من الاشتراك ما يجعلهم يقيمون أنواع من المشاركة فيما بينهم على وجه من الأوجه، عبر وسائل الترجمة، عبر وسائل التعبير، ولو حتى بالإشارة. فساق التواصل بين الناس، التواصل المعهود، إلى تواصل غير معهود، لا من حيث اللسان ولا من حيث الزمان ولا من حيث المكان ولا من حيث العرق ولا من حيث العمل ولا من حيث كل الحدود التي كانت موجودة تجاوزتها هذه التقنية وهذا الانفجار المعرفي الذي حول تواصل الناس إلى صورة لم يكن لهم بها عهد ولا معرفة، فأتاحت لكل راغب أن يشكل ما يشاء من الصلات. كل إنسان يشكل في تواصله مع من يشاء من الناس
ما شاء في عالم افتراضي متنوع مختلف لا يضبطه ضابط لا حد له مكانا ولا زمانا ولا جنسا ولا سنا. في تواصل بشري واسع الانتشار يكاد أن يستوعب العالم بكل ما فيه، كما أن التواصل استوعب جميع أوجه التواصل، فثمة التواصل الصوتي والتواصل الحرفي والكتابي والتواصل المرئي، حتى ثمة يعني أنواع من الاختراعات التي تسعى وتجتهد في إيضاح حتى المشاعر والأحاسيس، وقياس ذلك فيما يتعلق بالوسائل الحديثة التي ابتكرها الناس لإيصال ما يكون بينهم من وشائج وصلات. وكان من أبرز وأكثر ما يؤثر على حياة الناس في هذه الصور المختلفة من صور التواصل شبكات التواصل الاجتماعي، فقد استوعبت أوجه التواصل الممكنة بين الناس، ولم تكن مقتصرة على سن ولا على مرحلة عمرية معينة ولا على جنس ولا على مكان ولا على لغة ولا على دين ولا على ثقافة، بل كل أنواع الحواجز قد أزال هذا النمط من أنماط التواصل الذي يصل فيه الناس بعضهم إلى بعض، فأحدثت هذا نقلة في حياة كثير من الناس، وصار اشتغال بهذه الشبكات من أوجه التغيير هو التناقل الثقافات والأفكار وأنماط الحياة وعدم الانحصار بدائرة مكان أو زمان أو جنس أو عرق فيما يتعلق بتشكيل الإنسان فكرا ونفسية وثقافة وما إلى ذلك مما يعتبر عوامل رئيسة في خصال وصفات الإنسان. صارت ومن ذلك أيضا إنه العالم الافتراضي الذي هو في شبكات التواصل أصبح عند بعض الناس هو الحياة الأساسية، يعني أصبح المعيشة الواقعية الحقيقية في المحيط الذي تدركه حواس اللمس والمباشرة عند بعض الناس أصبح ثانوي، في حين أن العالم الافتراضي أصبح هو الأساس وهو المستوعب لفكر الإنسان والمستوعب لمشاعره المستوعب لاهتماماته. ولذلك أنت لا تعجب أنك تجد يعني اجتماع أبدان في مواضع كثيرة ومناسبات عديدة، لكن كل هذه الأبدان المجتمعة في المكان قد سرت بها هذه الشبكات حتى أصبح كل بدن وكل شخص من هؤلاء الأشخاص في قطر أو في إمام أو في عمل أو في تواصل بينه وبين الآخر كما بين المشرق والمغرب. وبالتالي أصبح العالم الافتراضي ذو تأثير أصبح العالم الافتراضي ذات تأثير كبير على الإنسان وعلى فكره وعلى دينه وعلى أخلاقه وعلى تعاملاته وعلى معاشه وعلى حاضره ومستقبله. فأصبح العالم الافتراضي يحاصر العالم الحقيقي حتى يكاد أن يخنقه في بعض الأحيان، أو يمكن أن تقول أن يلغيه. وإذا نظرت إلى الدراسات والتوصيات التي تقوم بها المراكز المهتمة بالمسيرة البشرية وبهذا النمط من أنماط المؤثرات في حياة الإنسان،
تجد التوصيات المختلفة والآراء المتنوعة التي تسعى إلى ضبط هذا النمط من التواصل حتى لا يطغى على حياة الناس. فتجد التوصيات والتوجيهات والإرشادات والبيان المحاذير التي من خلالها يمكن أن يجنى ثمار هذا التواصل وتتوقع آثاره السلبية. وبقدر ما يحصل من هذه الأوجه من أوجه التواصل بين الناس من خير ومنافع وبناء الإنسان ومعرفة وإيصال للخير، بقدر ما تتهاوى فيه القيم وتزل فيه الأقدام إذا كان استعمالا غير راشد أو إذا كان قد غابت القيم والضوابط التي تضبط مسار الإنسان في هذا العالم المفتوح الذي لا يردع فيه الإنسان عن الشر وعن مزالق الخطر إلا أن يكون على وعي ويقين مع توفيق الله عز وجل، على وعي بالمخاطر ويقين بضرورة توقيها، ويبعد ويقي نفسه مهاوي الشبهات والانحرافات الفكرية المتنوعة التي قد تحرفه وتجذبه إما إلى أقصى يمين أو إلى أقصى يسار. وبالتأكيد أن الخطر لا يقتصر فقط على جانب الانحرافات السلوكية المتعلقة بشهوات الناس، سواء فيما يتعلق بالمخدرات أو فيما يتعلق بالفساد الأخلاقي أو الإباحية أو نحو ذلك، إنما ثمة أيضا الأخطار المتعلقة بالأفكار التي إذا لم يعي لها الإنسان ويكون على بصيرة في توقيها والحذر منها، قد يعلق فكره بشيء منها وتنشب أظفارها في أفكار الناس وتهوي بهم إلى انحراف إما انحلال وإما والحاد وإما غلو وإرهاب أو نحو ذلك من الأخطار المحيطة. لهذا وذاك من المهم أن نتوعى جميعا وأن نكون على وعي دائم بأن هذه الوسائل، وسائل التواصل، شبكات التواصل بشتى صورها المسموعة والمرئية والحرفية وغيرها مما يحدث من أوجه التواصل بكل أسمائها، سواء ما انتشر في منطقة قد ينتشر في منطقة يعني نمط من التواصل أو بعض التطبيقات وينتشر في أخرى نمط آخر، لكن الجميع يشترك في كونه أوجه من أوجه التواصل البشري. لابد أن يضبط ذلك ويقيد بما يقي البشرية مخاطر هذا النمط من التواصل المفتوح الذي يجعل الإنسان في بحر متلاطم من الأخطار التي إذا لم يكن على وعي منها سيغرق، تماما كالذي يقذف بالإنسان في محيط متلاطم الأمواج دون أن يعطيه الأسباب التي يدرك بها النجاة من معرفة السباحة وما أشبه ذلك من وسائل النجاة وتوقي الأخطار في هذا البحر المتلاطم. نتطرق إن شاء الله تعالى إلى جملة من السلبيات التي هي معاول هدم للإنسان في هذه الوسائل. وأما الجانب المشرق فهذا فناء واسع وهو لا ينحصر في صورة من الصور ولا في نمط من الأنماط ولا في جانب من جوانب حياة الإنسان، يشمل كل حياته في البناء الإنسان وبناء فكره وبناء معرفته وبناء مصالحه في أمر دينه وفي أمر دنياه في معاشه ومعاده على حد سواء.
إلا أنه يعكر على هذا أن هذه الوسائل وهذه الشبكات التي انخرط في استعمالها والاهتمام بها والتأثر بها معظم الناس اليوم، الجوانب السلبية التي لابد أن نكون على وعي وعلى حذر وعلى حضور ذهن في توقيها والسلام عنها. جميل جهنم فضيلة الشيخ، في هذا الجزء بمشيئة الله تعالى بودي أن نتحدث فضيلة الشيخ وأن نسلط الضوء على بعض الجوانب السلبية لشبكات التواصل الاجتماعي للتحذير منها، وأيضا للفت الانتباه حولها لكي يعتني وينتبه لها الناس من خلال تعاملهم مع هذا الفضاء الرحب له وهو وسائل التواصل الاجتماعي. عندما نتحدث عن الجوانب التي ينبغي أن يحذر منها، عن المخاطر التي يجب أن تتوقع ويتوعى لها الناس، نحن لا نتحدث عن مخاطر تتهدد فئة من الفئات، بمعنى لا تحدث عما يتصل بالمخاطر التي تتصل بالأطفال والصغار أو بمن كان في مراحل المراهقة أو نحو ذلك، إنما نتحدث عن مخاطر تتهدد جميع الفئات العمرية. شبكات التواصل انخرط فيها الصغير والكبير، الراشد والسفيه، الذكر والأنثى، المتعلم والجاهل، ولذلك تجد أنه يعني جميع تطبيقات التواصل، وتويتر، فيسبوك، سناب شات، إنستغرام، وما إلى ذلك من الأسماء الكثيرة والصور العديدة التي تمثل أو هي نماذج من نماذج التواصل الذي انخرط فيه فئات كثيرة من الناس في شبكات التواصل الحديث، يدخلها الصغير والكبير والذكر والأنثى، ويدخلها الحاضر والباد والعاقل أو الراشد والسفيه الضعيف. وبالتالي نحن نقول الجميع ينبغي أن يكون على وعي من هذه المخاطر وعلى إدراك لعواقب الاستعمال السيء لهذه الشبكات. هذه الشبكات خطورتها لا تتعلق في جانب من الجوانب، يعني لا تنحصر في جانب الأخلاق ولا في جانب الاقتصاد، بل إن تأثيرات هذه الشبكات والعواقب السيئة الناتجة عن عدم وعي المستخدمين لها تطال جميع النواحي البشرية، جميع نواحي الحياة البشرية بلا استثناء، فيما يتعلق بدينهم، فيما يتعلق بدنياهم، فيما يتعلق بمعاشهم، صحتهم، اقتصادهم، اجتماعهم، سياستهم، كل ما يكون من نواحي الاهتمام البشري يعتريه من التأثير ما يعتريه من خلال هذه الشبكات بأنواعها وصورها. وبالتالي ينبغي أن نتهيأ جميعا لأن نكون على وعي وإدراك أن مخاطر هذه الشبكات لا تنحصر في فئة عمرية، وبالتالي لن يكون أحد منا خارج عن دائرة الاهتمام بهذا الموضوع، الاهتمام، العناية به، الحرص على التزود بالأسباب المعينة لتوقي ما يمكن أن يكون من الآثار السلبية والأخطار في استعمال هذه الوسائل. ولذلك تجد الانحرافات لا تقتصر على صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى في استعمالات هذه الوسائل، بل هي شاملة. ولما أدركت الجهات العالمية على وجه العموم في العالم كله مخاطر وسلبيات الاستعمال لهذه الوسائل وما إلى ذلك، نشأ من الأنظمة والقوانين ما يكون ضمانة لتقليل ما يمكن أن يكون من المخاطر وتنبيه المستعملين إلى ما يكون من الشرور التي يمكن أن يتعرضوا لها من خلال استعمالاتهم لهذه القنوات التي من خلالها يكون التواصل بين الناس.
ولذلك تجد أنه في بعض البرامج قد يجري تنبيه بالنظر إلى العمر أو السن, وأنه لا يستعمل دون السن الفلانية المحددة سن معينة وما أشبه ذلك من الضوابط, وهي تختلف من ثقافة لثقافة ومن بلد إلى بلد. المؤمن عنده ضوابط إلهية ربانية ينبغي ألا تغيب عنه, وهذا لا يعني أن تترجم هذه الضوابط الإلهية الربانية إلى أنظمة وإلى قواعد وبنود يمكن أن تضبط المسير الإنساني. الإنسان يحتاج إلى ضبط. الله عز وجل لما أمر آدم عليه السلام بدخول الجنة هو أن يدخل الجنة هو وزوجه, أمره بأن يأخذ ما يشاء لكنها وحذره من شيء. كذلك كل أمر ندخله سواء كان مما نلتذ به أو نكرهه ينبغي أن نعرف إن ثمة مخاطر لابد من الحذر منها. ترك الحبل على غاربه غياب الوعي بهذه المخاطر يوقع الإنسان في أنواع من الانحراف والفساد. لذلك دخولنا إلى هذا العالم الافتراضي إلى هذه الشبكات دون أن يكون عندنا وعي بمخاطرها ومزالقها وأضرارها هو في الحقيقة إلقاء بالنفس والفكر والدين والأخلاق والقيم إلى التهلكة أو تعريض لها إلى ما يزلزلها وقد يمحوها وقد يستبدلها بما يكون ضارا على الإنسان نفسه على أسرته وعلى مجتمعه. ولذلك من المهم أن نكون على وعي وأن نكون على بصيرة في هذا الاستعمال وأن نجعله استعمالا راشدا يعود علينا صغارا وكبارا ذكورا وإناثا بجميع مراحلنا العمرية بالخير والنفع لأنفسنا ولديننا ولوطننا ومجتمعنا وأسرنا, وبذلك نكون قد جنينا الثمار وتوقينا الأخبار, بذلك نكون قد حصلنا المصالح وتوقينا المفاسد والأضرار. لهذا أنبه إلى أنه القانون ونظام الجرائم المعلوماتية الذي رتب وعمم ونفر وترجم تطبيقا في حياة الناس اليوم هو من الوسائل التي يتوقعون بها كثير من الأخطار المتعلقة في استعمال هذه الوسائل. ومن المهم أن نكون على وعي وثقافة بالتحذيرات والتنبيهات التي تضمنها هذا النظام, لأنه يزع الله بالقرآن بالسلطان ما لا يزع بالقرآن, فيكون الإنسان عنده وعي بجوانب الخطأ والخطر والمخالفة التي تقيه ما يمكن أن يكون من المزالق. هذه الأنظمة لم تجعل لأجل الحد من الاستعمال بل لأجل الترشيد في الاستعمال, مثل أنظمة المرور مثل سائر الأنظمة التي مقصودها وغرضها حماية الإنسان ووقايته في نفسه أن يتضرر في نفسه أو أن يضر غيره. من المظاهر التي ينبغي أن يتنبه لها أن هذه وسائل التواصل أصبحت مرتعا خصبا لكل أصحاب الأفكار بشتى صنوفها وتنوعاتها التي تصطاد وتقتنص الناس بوسائل خفية وطرائق متنوعة, بعضها صريح وبعضها ملتوي بعضها مباشر وبعضها متدرج للتأثير عليهم وتغيير أفكارهم وإحداث تحول في ما يتعلق بثقافتهم أو دينهم أو ما أشبه ذلك مما يمكن أن يكون مصيدة فكرية, سواء كان ذلك بصور الانحلال والانحراف أو بصور الغلو
والتعصب والتشدد الذي يخرج به الإنسان عن الصراط المستقيم. ولهذا من المهم أن يكون على الإنسان على وعي وعلى بصيرة في كل ما يتصل بالأوجه التي والرسائل التي تصل إليه، سواء كانت مسموعة أو مكتوبة، والأفكار التي يتطرق لها. لابد أن يدخل وهو قد تحصن وكان عنده، وأن يكون عنده وعي يقيه الأخطار، وأن لا ينجر وراء كل دعاية أو كل ما يمكن أن يزخرف له. فالباطل في كثير من الأحيان لا يقدم للناس بصورته الحقيقية، ولا يظهر وجهه القبيح، إنما يقدم على وجه من التزيين والزخرفة والتنميق والتحلية التي تجعل الناس ينجذبون إلى هذه الأفكار من حيث لا يشعرون. وكما قال الله تعالى في جانب من جوانب التواصل البشري وهو القول في محكم كتابه، قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. واليوم الزخرف ليس فقط في القول، التزييل للشر ليس فقط في الأقوال، يكون في القول، يكون في طريقة العرض، يكون في المحيط الذي يجذب ويصور الفكرة القبيحة الخطيرة المدمرة بأنها طريق نجاة وبأنها طريق سلامة وبأنها طريق تقدم وبلوغ للغاية والكمال البشري، فيتورط به من يتورط من لا يعرف. لذلك من المهم أن نكون على حذر من يتصيدوننا صغارا وكبارا. الناس يتفاوتون في مدى التأثير، وليس العمر هو العامل الوحيد في الحصانة، بل العمر لا شك أنه له أثرا في الوعي والحذر، لكن ثمة معايير أخرى ينبغي أن تفعل للتوقي هذه الأخطار. فيكون الإنسان على وعي بكل تواصل يدخل فيه، أن لا يكون سببا مدمرا لدينه ولا داعية للإفساد في بلده ووطنه ومجتمعه، ولا خارجا عن قيمه وأخلاقه وما نشأ عليه من الآداب المرعية والأعراف المعهودة في مجتمعه، لأن ذلك سيوقعه في مصادمة وفي خروج عن الحياة التي ينبغي أن يكون عليها في الواقع وفي العالم الافتراضي. أيضا من الأشياء التي ينبغي أن تتوقع ما يكون من مهاوي الفتن والشرور والفساد، سواء كان فيما يتعلق بالشهوات في ما يتصل بالإباحية، أو فيما يتصل بما يدمر العقل والفكر من المخدرات والخمور ومذهبات العقل، فيما يتعلق ب أيضا الملهيات التي توصل الإنسان إلى أن يلقي بنفسه إلى الهلاك. ونحن نعرف ونسمع شواهد كثيرة تورط فيها صغار وكبار في أنواع من اللعب والانهماك في التواصل الذي يتدرج بالإنسان إلى أن يقتل نفسه. ولسنا ببعيد عن الحوادث التي جرت في الفترة السابقة من انتشار بعض التطبيقات والألعاب التي توقع المشتركين فيها في تدمير نفسي أو تدمير فكري أو تدمير أخلاقي أو تدمير حياتي، بأني تقوده إلى الانتحار أو إلى أن يقتل نفسه بطريقة أو بأخرى. هذه الأخطار
من الضروري أن نكون على وعي منها، وهي تتجدد وتأخذ صور عديدة ولا تنحصر في تطبيق أو في نمط. المفسدون في الأرض الذين يسعون إلى إهلاك البشر لتحقيق أغراضهم ومصالحهم لا ينحصرون في صورة من صور الفساد، بل يسعون في الأرض فسادا بكل أوجه الفساد الممكنة المتاحة لهم، وتتنوع هذه الصور وتأخذ أنماطا عديدة. اختراق الخصوصيات أيضا هو مما يزينه بعض الناس، قد يجعله أحيانا نوع من أنواع القوة والقدرة في اختراقهم، في اختراق خصوصياتهم، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالخصوصية المتصلة بالمال من حيث النهب والسلب والاختلاس وما أشبه ذلك، أو الخصوصية المتعلقة بالمعاش والحياة من صور وأسرار وما أشبه ذلك، فيما يسمى بالهاكرز الذين يعني يخترقون لتحقيق مصالح وإلحاق الأذى بالناس، سواء كان ذلك في اقتصادهم أو في معاشهم أو في نمط حياتهم. ينبغي أن يكون الإنسان على حذر من التورط في هذه المسالك، وأن يكون على وعي في أخذ طرق السلامة التي تقيه شرور هؤلاء. هذه نماذج من الأخطار المحيطة التي تستوعب أو تصل إلى الناس من خلال هذه الوسائل. من الأخطار التي نلمسها جميعا هو الانعزال عن العالم الحقيقي والبعد عنه والانهماك الكلي أو الأغلبي في هذه الوسائل، وهذا يحتاج إلى أن نتعاون جميعا على الحد منه، لأنه ليس صحيحا أن يستبدل الإنسان الحياة الحقيقية والعلاقات المباشرة بالأهل والجيران والزملاء في العمل والزملاء في أماكن الاشتراك الحياتية بهذا العالم الافتراضي، فإن هذا العالم الافتراضي ينبغي أن لا يتضخم حتى يلغي كل هذه الأوجه من التواصل الحقيقي الذي يعيش الإنسان، فإنه إذا تضخم أصبح الإنسان غائبا عن نفسه، غائبا عن محيطه، منهمكا في عالم لا يباشره ولا يعايشه من حيث الحقيقة والواقع. وبالتالي ينبغي الحذر من أن تستوعب هذه الوسائل فكرنا وحياتنا ووقتنا على نحو مضر بمعاشنا والتزاماتنا تجاه ديننا، تجاه وطننا ومجتمعنا، وتجاه أنفسنا، وتجاه أسرنا، وتجاه المحيط الذي نعيش فيه. كل هذه المعاني ينبغي أن تكون حاضرة وأن تتوقع هذه الأخطار لينجو الإنسان من هذه الشرور التي قد تفضي إلى فساد معاشه ومعاده. وأيضا من المهم أن نعرف أن الوسائل قد تكون أسلحة تدميرية للمجتمع والوطن ولحمته واجتماعه وانتظام أحواله، ذلك من خلال التشكيك والتشبيه والتشويش على الوطن وعلى منجزاته وعلى قادته وعلى رموزه وعلى اجتماعه. فينبغي أن نكون على وعي من هذه الأخطار التي ينفذ من خلالها الأعداء، وهي بيئة خصبة وخطيرة جدا توجه فيها حروب قذرة على المجتمعات لفك نظامها وحل رباطها وإيجاد فجوة بين الراعي والرعية، بين الناس وولاة أمورهم، على نحو تدمر فيه المكتسبات وتهمش فيه المنجزات، ويكون الناس أعداء لوطنهم وأعداء لمجتمعاتهم من خلال بث الفرقة والفوضى
والزعزعة ونشر الإشاعات والتحريض وما إلى ذلك من الأساليب التي يتبعها الأعداء للنيل من مجتمعنا. ونحن ولله الحمد يعني في عالمنا الحقيقي نعيش نعيما نحسد عليه في ترابطنا واجتماعنا وألفتنا وسلامة مجتمعنا من الانحلال والانحراف والإرهاب والغلو على نحو من الانسجام مع فتح مع ما فتح الله تعالى علينا ولله الحمد في هذه المملكة المباركة من بركات الأرض والسماء وخيرات عظيمة. فينبغي أن نقدر هذه النعمة حق هذه النعمة وأن نشكر الله تعالى عليها وأن نحافظ عليها وأن نكون يدا واحدة مع ولاة أمرنا ومن وله الله تعالى علينا في المحافظة على هذا الوطن ومكتسباته ومنجزاته، وأن نقطع الطريق على كل مفسد محرض يسعى إلى النيل من اجتماعنا وائتلافنا. ومن خلال هذه التنبيهات من خلال هذا الوعي بهذه الأخطار نسلم ومن هذه الأخطار والآفات التي تتسرب إلى كثير من الناس من خلال هذه الشبكات التي يتواصلون من خلالها. وليعلم المؤمن أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فإذا غاب الرقيب وأمنت على نفسك من أن تطالك العقوبة الدنيوية فاعلم أو النظامية فاعلم أن الله عليك رقيب، فنكتب ما قالوا. والله تعالى يقول في محكم كتابه إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فاتق الله في نفسك فلا تلقيها إلى مهاوي الضلال والإنحراف، واتق الله في أسرتك وفي مجتمعك وفي وطنك وفي ولاة أمرك وفي مكتسباتك، واحرص على البعد عن كل ما يضرك، وكن لبنة بناءة في مجتمعك ومحيطك. جميل فضيلة الشيخ، يعني الوقت أخذنا كثيرا، كان بودي نسألك عن بعض الأحكام التي في حياة الناس، الأحكام الفقهية هل تسري على مواقع التواصل الاجتماعي؟ بعض الناس قد يقول يعني بما أنه عالم افتراضي فبالتالي لا يحاسب على نفسه كثيرا في موضوع السب الشتم وغيرها والغيبة والنميمة وغير هذه النقاط. في نص دقيقة لو تكرمت فضيلة الشيخ لو تعطينا إضاءة حول هذا الموضوع. لا على كل حال يعني هو صحيح عالم افتراضي، لكن المؤمن مأمور بأن يقول الحق وأن يتجنب الزور حتى في فكره ولو لم يتكلم. الله تعالى يقول ولله ملك السماوات لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به. إذا كان جرت الآية في أول الأمر المحاسبة على ما يدور في النفس، فكيف بما يخرج عنها قول أو عمل؟ حتى لو كان عالم افتراضي يجب أن يراعى فيه ما يحل وما يحرم. في العالم الافتراضي لا يحل لك أن تسب وتشتم وتقول له أنا باسم مستعار والذي أسبه باسم مستعار، أن تتعامل مع إنسان ولو كان قد لبس قناع. أنت الآن لو يجيك شخص لابس قناع وأنت لبست قناع كيف تتعامل معه؟ هل يجوز لك أن تضربه؟ هل يجوز أن تنتهك حقه؟ هل يجوز أن تأخذ ماله؟ الجواب لا بالتأكيد، لأنه مهما كان حتى لو كان مخفي الشخصية أو أنت مخفي الشخصية فهذا لا يخرجك عن المحاسبة. الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أنت معلوم عند الله، ولذلك أنت تعامل الله في الخلق ولا تعامل الخلق بعيدا عن رقابة الله ومحاسبته جل في علاه. فكل الأحكام الجارية فيما يتعلق بحقوق الناس وصيانتهم سواء كان ذلك في العالم الحقيقي أو كان في العالم الافتراضي يجب أن يدرك أنه لا فرق في هذا بين ذلك الغيبة والنميمة وقبيح القول منهي عنه في العالم الافتراضي وفي العالم الحقيقي. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ، شكر الله لك، كتب الله أجرك. شكرا جزيلا أستاذ الدكتور الشيخ خالد المصلح أستاذ الفقه بجامعة القصيم، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ على ما وجدت وفدت به في هذه الحلقة. بارك الله فيك، وأسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل سوء وشر وأن يعيننا على ما فيه خيرنا وصلاح أنفسنا ومجتمعاتنا وبلادنا،
وأسأل الله تعالى أن يحفظنا من يحفظ بلادنا من كل شيء من كل سوء, وأن يوفق ولاة أمرنا إلى ما فيه الخير, ولي يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما فيه البر والصلاح واجتماع الكلمة, وأن يجعلهم عونا على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.